اضحك حبيب ناكل اصحى بقى. هو في احسن من كده اكل؟ خبلان ايه؟ امينه بحبك وانا بموت فيك. العروسه بتتفرش كم مره؟ اي فاهم دي هتتلسع. اول ما تخلصي امتحانات السنه دي هطلب ايدك. ايدي بس؟ لا الاول ايدك وبعدين رجلك. بتضحك يا تيجي بقى. على فكره قريب قوي هتخلص مني. ليه هتودعي؟ جاني عريس. على ايه؟ وانا لسه وافقت. انت مش هتكمل اكلك ولا ايه؟ اتكلم راحتك. انت لسه بتشوفي صلاح؟ هو كل اني قلت لك ان جاني عريس يبقى ده معناه اني لسه بشوف صلاح؟ اصلك ما بتزهقيش من حكايه العرسان اللي بيجيلك كل يوم. امبارح جاني عريس، النهارده جاني عريس، بكره جاني. كان قصدي احكي لك مش اكتر. وطبعا اخرة حكايه العريس ده انك رفضتيه مش كده؟ يا سلام على التضحيه. يا ريت نتكلم في موضوع تاني او ما نتكلمش خالص احسن. انت اعصابك تعبانه وانا كمان تعبانه اكتر منك. قرف في البيت والكليه والشغل. مفيش مره حاول فيها صلاح يلمسك يا امينه؟ الدرجه دي رخيصه عندك؟ فعلا صلاح حاول ان هو يلمسني بس انا ما خليتوش. مش عايز تستنى انت حر. أنا ما بقولك إن جاني عريس ما أقصدش أبدا إن أجرحك. أنت رحت تجيب الستاير من عند الراجل ما تسيبهمش مرفوعين كده. والقدر الصفيح دي تجيب احسن منها، والحنفيات ام بلاش دي تغيرها، وكوالين الباب تغيرها خالص ما تنفعش. حاضر. قول ان شاء الله. ما تيجي يا ابني تريح من المشوار. لا معلش، الحق امشي قبل ما تقول لي غير الشقه بالعفش باللي فيها. هو الخن اللي انت بتقول عليه ده شقه؟ اجري. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. على روحها بالمفتاح خبطه جامد. كل يا جدي ولا يهمك. اهلا يا بابا. هتاكل ورديني؟ اكيد ماما افتكرت ان انت مش جاي. تفتكر على كيفك. انا نابت على قلبها الريس لما يموت.
لك حق. اهلا يا عمر. يا اخويا بعد الشر عليك، هي البت هدى لسه ما جاتش؟ لسه. المسروط اللي كان في بيت محمد شاهين كان ليه اعتدال. اصل ابراهيم ابنه خبطته عربيه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا امير؟ ده انا مش قادره اتلم على نفسي من ساعه ما جاني الخبر. لا يا اختي اتلمي وفضك من الكلام ده شويه، ما تفوليش في وش الواد. اقدر ولطف نحمده على كل حال. السلام عليكم. اهلا يا امين، اتفضلي. الف سلامه يا عم. الف سلامه لابراهيم يا اخي. تسلمي يا حبيبتي. انا بقول نخرج احنا، قوم. بتقولي مستنيه ايه؟ يلا يا امي. يلا. امينه. ايوه يا سيدي. أمينة اللي ربنا خلقها عشان تتعسب بيه. أخسى عليكي. هو من غلبي. أنا كنت جايلك. وبدل ما تجيلي طقت في دماغك تطوسك عربية، مش كده؟ كنت هموت. ده زي القرد أهو. ولا هي الخبطة يعني أثرت على نفوخك؟ وحشتي. جاي عايز أهرش، عايز أهرش. أهرش له يا إبراهيم؟ تتهدى يا بنت. اسمع بقى. انت تبطل دلع وتقوم بسرعه. ايدي على كتفك. بقول لك قوم بسرعه. هشوفك امتى؟ هتشوفني يا سيدي الصبح وانا رايحه الكليه، وزي دلوقتي وانا رايحه الشغل. كفايه ولا طمعان في حاجه تانيه؟ انا طمعان في حاجات كتير. يبقى خلاص شد حيلك وخلصت من ركبه الجبس والمواويل اللي انت فيها. باي. عظام. اهلا يا صلاح. لو ما كنتش لحقت دلوقتي كنت جيت في البيت. تجيني البيت؟ ليه في ايه؟ لا كنت عايز اتكلم معاك شويه. اسف. امينه انا من حقي ادافع عن نفسي. عليك وعلى اقرب محكمه. اسمعيني بس. انا عارف اني ظلمتك. انت عايز ايه؟ عايزك تسامحيني. ربنا يسامح الناس كلها، عايز حاجه تاني؟ امينه انا لسه بحبك ورجع لك عشان اتجوزك. بقول لك ايه؟ ما تطبلش على دماغي وتورمها اكتر ما هي ورمه. ما هو يمكن تكوني كرهتيني. استني بقى احسن هعمل لك فضيحه في الشارع. طب خلاص تعالي اركبي معايا واوصلك. مش عايزه حد يوصلني، انا بحب الاتوبيس. بحب ثانيه الاتوبيس يا اخي. طيب.
ما خرج مش عارفه اشوف. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ بقى البيت قدام البيت ومش عارفه تشوفيه. ايه ده؟ مش عايزاني اروح البيت؟ ده انا يوم فرح حنان لما قابلته على السلم كنت هتجنن. وليه ما تروحيلوش؟ انت اصلك مش فاهمه حاجه. احنا في حته لو الواحد جاله مغص او كح بيتعرف ليه؟ حيلك بقى يا امينه، نظفي دماغك بقى شويه من التراب اللي عليها. يا انا نظف دماغي ووسخ سمعتي؟ ولما انت خايفه قوي على سمعتك ليه بقى بتعملي علاقه من اصله؟ ازيك يا نادر؟ الحمد لله على سلامتك. ابقي اتصلي بيا بقى اول ما تروحي الشغل. باي باي. البسي هدومك. انت ليه قلتي انك انسه قبل الكشف يا سلمى؟ مش فاهمه. انت متجوزه؟ لا مش متجوزة. لكن بتمارسي الجنس؟ أيوة بس في حدود. حاولي توضحي. هي مش عارفة أوضح. تفتكري آخر مرة جاتلك فيها البيريود؟ ممكن أعرف في إيه بالظبط؟ غشاء البكارة عندك مفضوض. إيه؟ إزاي؟ إزاي ده مش ممكن يحصل أبدا؟ أنا لسه بنت. حضرتك غلطانة، ممكن تقولي الكشف تاني؟ حاولي تهدي نفسك. أنا كتبتلك على مرهم للإفرازات اللي عندك. أرجوك أعيد الكشف. الأهم من إني أعيد الكشف هو إن إحنا نتأكد إذا كان حصل حمل ولا لسه. حمل؟ هو ممكن يكون في حمل؟ ممكن. لا لازم تعرفي إن الأمور اللي زي دي إذا ما كانتش تتعالج بحكمة. ما تكملي. وانا مش من حقك تدلع، ولا انت لوحدك بس اللي من حقك تدلع ولا لا؟
في ايه يا امين؟ اللي ممكن يخليك تسيبني. في ايه؟ اتكلمي. عنه حاجة، وبعدين هو فيه ايه؟ شوف يا ستي، غشاء البكارة عندك فيه قطع بسيط جدا زي ما انا راسم هنا في الورقة. أنا شايف إن مفيش مشكلة ما دام أنتم مخطوبين وهتتجوزوا، وحتى لا قدر الله لو مش هتتجوزوا برضه مفيش مشكلة. هي عملية بسيطة جدا، هتاخد ساعة وهتقومي عادي خالص. العملية دي تكاليفها ملاليم. أنا عن نفسي ما باخدش أكتر من 300 جنيه. ساكت ليه؟ تتكلم. انت ايه اللي بيدور في دماغك؟ انا بكلمك رد عليا. ما تبصليش كده. وعليكم السلام ورحمة الله. اتأخرت ليه؟ مبروك يا أمين. مبروك؟ ليه؟ حضر العشاء لأختك، اتعشيت. مش عارفة مبروك ليه؟ هتعمليهم على أمك يا بنت؟ ماما أنا تعبانة وعايزة أشوف حضرتك بدري وعايزة أنام. إيه حكايتك يا بنت؟ مفيش حكاية، عايزة أنام. مش عايزة تعرفي إن صلاح طلبك للجواز وأنا وافقت؟ مبروك. مش تعرفي إيه اللي حصل؟ عارفك بإيه؟ مالك يا بنت راجعة مدلوخة كده ليه زي اللي مخبوطة في دماغها؟ تعبانة، تعبانة. وبعدين أنتِ مش قابلتيه وقعدتي معاه وطلبتي الجواز ووافقتي، عايزة مني إيه بقى؟ الدكتور يأكد إني وأنت سبتني ومشيت ساكت. مبقتش فاهمة معنى سكوتك ده إيه؟ شك فيا ولا لقيتني بتسلى وانا بسألك؟ اتكلم. طلبتني فعلا فعلا ساعتها حسيت بكل الذل والرعب انك تسيبني او تتخلى عني. لا يمكن اتخلى عنك ابدا يا امينة. انا من خوفي عليك لساني اتعقد وما قدرتش اتكلم غير ما احس مديت ايدي عليك. صدقني انا هموت. يا امينه انت مراتي قدام ربنا. بكره هتبقي مراتي قدام كل الناس. مين اللي جاي تطلبها للجواز يا ابن حسنيه؟ ده ريحتي ده.
في ايه يا ست ام امينه؟ بتتكلمي كده ليه؟ بس خلاص يا اعتدال. ما بسش، هي بيوت الناس لعبه؟ زي يطلب ايه فلس بأماره ايه؟ اصل ابوه ولا عزبه المحروسه امه؟ الله، ايه الكلام اللي مش محترم ده؟ خلاص يا اعتدال. نعم تعالى. جواز يا ابني اسمه نصيب، معلش. الجواز محتاج لشقه وعرش، مش عيشه صفيح وحصيره مهربده. اتفضل. شرفت يا ابني. استنى، خد الطفي بتاعك يا ابن حسنية. كفاية كفاية يا ماما، أرجوك كفاية. أنا مش هنسى إن أنا في بيته وليه حرمته. انتهينا يا إبراهيم يا ابني، بلاش نكبر الحكاية. مع السلامة. لزوم وإيه التنغيص ده يا اعتدال؟ الراجل داخل بأدبه. أنا كده هتأخر. توصلنا؟ لو أنت مش عايزة مش هغصب عليكي. صلاح بس انا عمري ما عملت بلها يا غرزه قدام الناس على الفاضي. انتي دول اخواتك، كنت بشوفك زي ملاك. ملاك ايه وعفريت ازرق ايه؟ الراجل دخل البيت من باب وما غلطش. تقوموا تغلطوا انتوا وتنطحوا راسكم في الحيط. ربنا يتمم بخير. على بركه الله، يلا الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
معلش اتاخرت عليك. ولا يهمك. أنا دايما بحاول أفهمك صح، لكن اللي حصل ده أنا عاوز له تفسير واضح. إبراهيم، إحنا في المحل، يا ريت ما تزعقش. أنا آسف آسف، في المحل، معلش معلش. أنا مش عايزك تزعل مني. أنا كمان مش عايزك تزعلي مني. إبراهيم، في حاجات حصلت مش عارفه اقولها لك ازاي. ليه؟ الحاجات دي تخوف ولا تكسف؟ بالاسلوب ده مش هنعرف نتفاهم. على فكره ده ايه في حياتك؟ هتباتي في المحل النهارده ولا ايه؟ ابدا، انا هقفل الحساب على طول. بس مش مشكلة، الحساب اتعمل بكره. حاضر، دقيقة واحدة هكون خلصت. بقول ايه؟ ما تقيسي الفستان ده. ليه؟ متهيألي متوصل على جسمك. مش تعرفينا بالأستاذ؟ إيه، الأستاذ إبراهيم، أخو نهد زميلتي في الكلية، كان جايب لي كشكول منها عشان أنقل المحاضرات. اهلا وسهلا. واخو صاحبتك ما ردش عليها ليه؟ يمكن ما خدش باله. مش مشكل. ابراهيم، انا عارفه ان من حقك تزعل مني، بس ارجوك تسمعني. ابراهيم، لو سمحت تقف وتكلمني، الناس عماله تبص عليا. ابراهيم، ارجوك على نفسك زي ما تكون عين صبيتك. يمكن اذا كان كده يبقى نعمل لك ظهر. سيبيني في اللي انا فيه، ربنا يخليكي. ولو اني ما مش عارفه اللي انت فيه، لكن حسيبك. بس يكون في علمك صلاح جاي النهارده، وهتقومي تخرجي وتقعدي معاه، ومش هيحصل اللي بتعمليه كل مره. قلنا كتير ومفيش فايده في الجواب. كاتب كتاب؟ لا يا بابا. قمت ليه من السرير وانت تعبانه يا بنتي؟ لا، في عينك. احنا اتفقنا، مش عاجبك اتفقنا اخبطي راسك في الحيط. مش هخبط راسي في الحيط، واتفاقه ده انا ماليش دعوه بيه. ما دام الراجل جاهز يا امينه، تستنوا ليه؟ نستنى لما اجهز انا. هو عندي يا بت. ايوه عندي. فارضه طولك وقايمه قيمتك زي اللي مالكيش كبير، ده انا هخسر لك دماغك. اتفقيها. وبعدين يا اعتدال، كل حاجة عندك قفشة قفشة. نفضها سيرة دلوقتي وبعدين نشوف ايه اللي هيجرى. مفيش بعدين يا سيد، الشبكة وكتبك فيهم واحد زي ما اتفقنا مع صلاح. وانا قلت الكذب الكتاب لا يا ماما، ومن اللحظة دي عايزة صلاح يجي لي الكلية ولا الشغل، ومش عايزة حد يوصلني خالص. شايفين عمايلها؟ زي ما تكون بتطفشه. وانت عاوزاني اعمل له ايه؟ اركله ولا اسجد له؟ ولا امسك في ايديه وامشي وراه؟ لا، للجوازة كلها يا أمينة، مش لكتب الكتاب وبس. قلت لا يا إبراهيم، قلت لا، لكن ضعفت. ولما ضعفت خبت ووافقت ولقيتني بضيع. وانت فين مش لاقياك؟ لحظة ما خرجنا من عند الدكتور كان متهيألي ان انت هتمدلي ايدك وتاخدني في حضنك، لكن اتفاجئت بضربك ليا. حاولت افهمك ليه وازاي انا وافقت على الخطوبة، لكن ما لقيتكش، مع اني كنت محتاجة لك تحميني من الغرق اللي انا عايشة فيه مع نفسي. ما لقيتكش تحميني منهم يا ابراهيم، ما لقيتكش. تحميني منهم ازاي يا امينة وانت عايشة في حضنهم؟ وبعدين لما تقدر تخلي من ايه يومك عايزة العلاقات القديمة مع صلاح ومسكت عليك زلة قدام ابوكي عشان تتعرضي تتجوزيه؟
انا يا امينه ما اقدرش احميك الا اذا كنت انت تقدري تحمي نفسك. انا ما قصدتش الومك على اللي انت عملته. ولا انا كمان قصدت الومك على اللي انت عملتيه. اوعى تفكر تسيبني يا ابراهيم. سيبك ما تبقيش خايبه مجنونه بقى. تعرف انك وحشتني قوي. انت كمان لازم تقولي لا يا امينه. ابراهيم استاذ عبد الحميد نايم ليه في المكتب يا ابراهيم؟ يظهر راحت عليا نوم وانا براجع ملف قضيه حمدي ناسي. اغسل وشك وحصلنا على حاضر. ايوه هغسل وشي وقابل حضرتك على طول. مين ده؟ ده سرير يا هانم. الجر قدامي مزنوقه بره ابوك وامك بيتوب. ممكن الكلام بالراحه. ابعد عني انت خلص قتلك. تعالي صلاح ارجوك اللي انت عايز تعمله في البيت اعمله مش هنا. خلاص خالص الجر قدامي بيتوب. يا صلاح يا اخي ده تقتل مين؟ تقتل مين؟ تتجوزه مش مال عينيها تقول مش تركب له قرنين في دماغه وتقول له شيء يا حمار ماشي يطلع الفرفور زيك وانت على سمه راجل ضفره برقبتك ورقبتك اللي خلفوك انا مش على سمه حد انا على سمه نفسي والراجل اللي ضفره برقبتي ده انا مش عايزاه بت واحد غيري شافك في الوضع الغرامي اللي شفتك فيه ده كان يتف عليك ويمشي
يا اللي ما يشرفوش انه يتجوز واحده زيك. بس انا برضه شايل يا بنت الناس. انت خطيبتي وهتبقي مراتي. فوقيها لنفسها يا ابنة. وعزة جلال الله يا امينه، ان ما رجعت لعقلك لخليك تندم العمر كله. ونويتي على ايه؟ يا تجنن يا موت. انت يا بنت بتراهني على نفسك؟ ابويا شاف الضرب اللي على وشي، وامه حكيت له ضربتني ليه؟ تعرفي عمل ايه؟ لا حاجه. ابوكي راجل طيب قوي يا امين. طيب ولا ضعيف؟ الاثنين واحد. شكلك كده بيقول ان انت خدتي قرار نهائي وحسمتي كل الامور. مش هينفع استمر مع ابراهيم عشان علقه واحده اخدتيها منك، عشان حاجات كتير. ايه سايباني وماشيه كده ولا كانك تعرفيني؟ يا احنا في الشارع. هو ده كل اللي همك؟ احنا في الشارع. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ضربك؟ ما ضربنيش، وحتى لو ضربني افتكر من حقه بعد اللي شافه. حقه؟ قلب حق. مش خطيبي؟ لو سمحت عاوز امشي. مستعجلة قوي. امشي يا امينة، بس يكون في علمك انا مش هسيبك تعيشي متهنية وانا بموت. انت بتهددني يا ابراهيم؟ مع السلامة. شوفي شفتك قد ايه حلوه، جميله قوي وغاليه. مش مشكله، مبروك عليكي. مطلوب مني ايه دلوقتي بقى؟ اشوف لي كهف اعيش فيه مع الذكريات واسمع اغاني ام كلثوم وعبد الحليم، ولا اقطع على رجلك ابوسها واقول لك ارحميني؟ ما تسيبينيش يا امين، انا محتاج لك. علي على صدري يافطه مكتوب عليها مجنون امينه سيد عبد الوهاب، وامشي بيها في الشارع عشان الناس تتفرج عليا وتتصعب وتقول عيني عليك جدع. كان كويس ابراهيم، انا جاي عشان افهمك الموقف. انهي موقف؟ القديم ولا الجديد؟ بعدين هو اصلا في موقف؟ قولي انك جايه وخايفه اتجنن واعمل لك فضيحه وافركش لك الجوازه. يا ريت ما تخلينيش اندم اني جيت لك وتبطل تجريح فيا. ولا انا في ده ايه؟ مش تجريح؟ ولا انت شايفه ان وسام شرف المفروض اتعايق بيه؟ ما اقدرش افرض على نفسي الحب معاهم، وانا عارفه ومتاكده اني هخرج منها خسارة. لكن تزقيني انا من سكتك كده بكل بساطه وترميني تحت الجزمه وتدوسي عليا. كنت فاكره ان حبي ليك هيقويني، لكن اللي حصل ان لقيته بيضعفني اكتر. لا يا هانم، اللي حصل انك حره، كل حاجه بكيفك وبمزاجك، تحبي وقت ما تحبي وتحبي اللي انت عاوزاه، وتتجوزي وقت ما تتجوزي وتتجوزي اللي انت عاوزاه، ولما يشد عليك شوق الرغبه تنامي مع اللي انت عاوزاه. احقر بني ادم شفته في حياتي. طبعا مش جالك العريس الميمون بتاعك انت وبتاع امك؟ ابراهيم اذا كنت بتتعذب انا بتعذب اكتر منك، لاني بحبك انت وعايزاك انت. وعشان بتحبيني انا وعاوزاني انا تقومي تروحي تتجوزي واحد غيري. انا شايفه قدامي واحده بنت ناس مش واحده من الشارع. ما تفرقش كتير في الظروف دي. العمليه مش حل، حاولي تلاقي حل تاني. العملية انت بتتحكي بيها على الراجل اللي هتشيلي اسمه وملوش ذنب في اللي حصلك، لكن عمرك ما هتقدري تتحكي بيها على ربنا. انا ما اقدرش غير اني اعملها. وانا ما اقدرش اعملها لك. شوفي حد غيري واكيد هتلاقي. العملية أسهل من شكة الإبرة، ودلوقتي تشوفي. يا
علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بنت خالتي انه طلعت الافخة الدار وهم منه خرجت من المستشفى. ما اصل الحاجات دي بتيجي من الزعل. الدكاتره بتقول اللي بيحصل له كده بيكتب له عمر جديد. يلا ماشي الناس دي. ابراهيم تعبان. اتفضلوا. الست أمينة سيد عبوان. أيوة يا ابني. خير؟ أنا أمينة. اتفضلي من هنا بالاستلام. استلام إيه؟ إنذار طاعة من جوزك. إيه؟ جوزها؟ جوزها مين؟ الأستاذ إبراهيم محمد شهير. مستحيل. اتفضلي يا ابني. أمضي. أمضي. ماهر عبد الهادي المحامي حاضر بموجب في توكيل رسمي من المقر. ابراهيم محمد شاهين المحامي وصاحب انذار الطاعه. مستنداتك يا استاذ ابراهيم. قولي لي يا اخي قضيتك نفقه ولا طلاق؟ ممكن نخرج من هنا؟ ليست هناك اصلا علاقه من اي نوع تربط بين موكلتي الانسه امينه سيد عبد الوهاب وبين الاستاذ ابراهيم محمد شهيد. ولان القانون يشترط اصلا لسماع دعوى الزوجيه ان تكون هناك وثيقه رسميه. سياده الرئيس، لقد وضع القانون شرطين اساسيين لقبول دعوى الزوجيه.
الشرط الأول هو ما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 99 لقانون 87 سنة 1931. لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة أو سن الزوج تقل عن 18 سنة. وهذا الشرط لا ينطبق علينا، فأنا والسيدة أمينة تعدينا سن 20. والشرط الثاني هو أن يكون دليل الزوجية مقبولاً في القانون. يدفع الزميل بأن شروط القانون تنطبق عليه وعلى موكلتي ليكون زوجين، في حين أنه ليس من اختصاص عدالة المحكمة هنا الإثبات أو الإنكار لهذه العلاقة الزوجية التي يدعيها. وهذا على افتراض أن الخطاب الذي يستند إليه سليم من كافة جوانبه، وعلى افتراض أنه قد قامت بينه وبين موكلتي معاشرة جنسية يدعي الزميل أنها معاشرة الأزواج استناداً منه إلى الخطاب، فإن ما يستند إليه الزميل هنا في طلبه لموكلتي بالدخول في طاعته هو نفسه ما أستند إليه أنا لرفض الإنذار بالطاعة وإسقاط الدعوة. حكمت المحكمة بقبول الاعتراض المقدم من المعترضة شكلاً وفي الموضوع برفض إنذار الطاعة. ما توجعيش دماغك، قضية سقطت وانتهينا. يا نسقط قلبه البعيد، لسه ما انتهيناش. يعني هنجري وراه في المحاكم ونفتح بنتنا بايدينا؟ امال هنسيبه كده؟ كله من ضرايبك انتي. حصل ايه؟ قضية فشوش، الواد ده لازم يتربى. انا بقول كده برضه. والله كل واحد يروح لحد سبيله وخلاص. مين؟ ابوك الله يرحمه كان مرمي في المستشفى، وستك رحت وعملت لي فيها عريس وتقدمت لها، امال طردتك طردت الكلاب، عايز منها ايه تاني؟ حس على كرامتك شويه. خلاص البنات خلصت من الدنيا وما انتش لاقي. تلميذ الابتداء ما عملش اللي انت عملته ده يا ابراهيم. اطلبها في الطاعه وكل اللي في ايدك منها جواب ما يوصلش بحكم القانون بتاعكم لجواز عرفي. يا ابراهيم بص لمستقبلك. مستقبله؟ ده تلاقيه ناوي يلف ويسرح على العجله مع ابوها على قصه اللبن. يا اخي فك حمقتك بغيرها. ومطرح ما ترسي دقلها. البنات مهما رضت على قفه من يشيل، دي الحكومه من كترتهم بتفكر تعملهم سوق زي سوق الجوار بتاع زمان. مفيش غيره انسيك يا ابراهيم. سفر. شغال عليها بلطجي ابو عصايا ابن العسكري، وفاكرنا هنخاف منه. المره المليون بسالك، ماسك عليكي حاجه غير جواب الكذب بتاعه ده؟ ماسك ايه يا سيد؟ ما كنا بنات زيك، محدش استجرب يستلم كلمة. هي اديته فرصة في كل اللي عمله واللي لسه هيعمله. يلا خلي بيوتنا تخرب بسبب فضيحة الست أمينة وعزة الله ما نسكتها له. واد يترزق علقة يتوب عليها. الحكاية مش ناقصة شوشرة. أمينة إن راحت ولا جت فيها لحمنا. ما كناش هنخاف عليها هنخاف على مين؟ ما نكبرش إحنا المسألة بقى ونخلي اللي ما سمعش يتفرج علينا. ارحموا. إيه؟ إن هذا الخطاب لا يرقى أن يكون دليلا لإثبات تلك العلاقة الزوجية التي يدعيها الأستاذ الزميل، ثم إننا نطعن على هذا الخطاب بالتزوير، فهو لم يصدر عن موكلتي، وهو ليس إلا حيلة لجأ إليها الأستاذ الزميل للإساءة لسمعة موكلتي والتشهير بها. ألتمس من عدالتكم إعلان السيدة أمينة سيد عبد الوهاب بالحضور لسؤالها عما إذا كان هذا الخطاب هي صاحبته أم لا، وعما إذا كان الخط الموجود بداخله هو خطها أم لا. تعبانه ولا مش عارفه تحلي؟ الاثنين. حاولي تركزي، الوقت قرب ينتهي. الجواب ده بتاعك يا امينه؟ لا. والخط ده مش خطك؟ لا مش خطي. مش حاسبك يا امينه ومش حاسبك. سامعين بيقول ايه؟
سيد الواد ماسك نفسه وجامد في القضيه وبنتك بتكذب ومقال المحاكم والقضايا ده حبال طويل مش هنخلص. خلص ونكتب. نكتب ايه؟ مفيش قوي كده. احنا مش هنكتب جواب، احنا هنكتب الكتاب. لا يا عم سيد. شوفي يا نفس مش هسيبك. بني ادم حقير زيك هستنى منه ايه غير كده؟ هدمرك، هخليك متعلقه كده، لا منك متجوزه ولا عمرك هتتجوزي. انت جاي ليه بالظبط؟ جاي اقول لك ان غير الجواب في شهود، واولهم الاوضه دي. انا هخليها تنطى وتقول للناس انا كنت بعمل معاكي ايه فيها. ايوه الان لو سمحت، هنا محل ندم، في واحد بيضايقني هنا. تطلبي لي الامن؟ ماشي. أنا قاعد معاك لما أشوف الأمن بتاعك ده هيعمل إيه. مساء الخير، حضرتك وقت الأمن؟ أيوه، أصل كان في واحد بيضايقني وبحجة إن هو بيشتري فستان، ولما ندهت الأمن خد بعضه ومشي. وحضرتك تعرفي أوصافه؟ الحقيقة ما ركزتش. والأستاذ؟ ده خطيبي. عموماً إن حد ضايقك اتصلي بينا من غير ما يحس علشان ما يهربش، وأي خدمة. شاكرة أوي. عفواً. ايه؟ خفت تقولي ولا حنيتي؟ انا لا خفت ولا تنيلت. ولو سمحت بقى انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. مش بكيفك يا مدام. يا رب تموت. مش مطلوب منك اكتر من انك تحاولي تتكلمي معايا كصديق. الخبير اثبت ان الجواب بخطك، وده بيصعب موقفك. والحل؟ القانون بيسمح بوجود علاقه جنسيه بين الرجل والمراه طالما ان العلاقه برضا الطرفين وانهم تعدوا سن الرشد. افهم من كلامك ان لو قلت في المحكمه ان كان في علاقه جنسيه بيني وبين ابراهيم تسقط القضيه ويسقط حقه فيها؟ بالظبط. مستحيل، ما اقدرش اقف في المحكمه واهلل واقول لا يمكن. انا عارف كده كويس، بس انت ما تقدريش تقفي في المحكمة دلوقتي وتنكري ان الجواب ده بتاعك. ازاي اقف في المحكمة واقول ان الجواب ده بتاعي؟ بالشكل ده ببقى اكد كل كلمة فيه. هتقولي انه بتاعك، وهتقولي ان الكلام اللي فيه مش اكتر من كلام. الوضع بالشكل ده اكيد هيختلف. فهمتي؟ فهمت. عشان ما نديش فرصة تانية لابراهيم يعمل أي حاجة، خصوصا ان القضية حساسة جدا بالنسبة لك، وابراهيم بيتعامل فيها بعند. عارف. ليه أنكرت يا أمينة؟ خفت. خفت كلامي يتاخد على إنه تأكيد لكلام الأستاذ إبراهيم. فسري. الجواب فعلا جوابي، وفعلا أنا اللي كاتباه، لكن الكلام اللي موجود فيه مش أكتر من كلام على ورق. استغل الأستاذ إبراهيم ده تجيب الكذب. لكن فعلا في علاقة بيني وبين الأستاذ إبراهيم، وحصل إن هو تقدمني وأهلي. حاولت معاهم اني اقنعهم بيه لكن ما قدرتش، وده اللي خلاني اقطع علاقتي بيه. كملي يا امين. اثناء العلاقه حصل اني زعلته، حاولت ان انا اصالحه بالجواب اللي بعتهوله وبالكلام المكتوب فيه، على اعتبار ان ده شيء عادي بيحصل بين اي اتنين بتربطهم علاقه حب. يعني لما بيتكلموا مع بعض او بيكتبوا لبعض بيبقى دايما هو الجواز النهايه اللي بيتمنوها لعلاقتهم، لكن المسألة عمرها ما تعدت حدود الكلام. اسمح لي عدالة المحكمة بسؤال السيدة أمينة. اتفضل. هو في إنسانة عاقلة ورشيدة تكتب كلام لمجرد إنه كلام لواحد بتحبه فتقول له؟ أنت عارف إن اللي بينا علاقة ما تنتهيش بالشكل ده.
اللي بينا جواز شاهد عليه ربنا، اللي بينا جواز مش ناقصه غير الاشهار، ولو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق، لو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق. خلاص اعتبرني مجنونه. في شهود يا امينه، في شهود. اطلب من عداله المحكمه اعلان كل منهم. دكتوره فتحيه صالح حموده، دكتور رفيق عبد التواب حلمي، الانسه ناهد محمد طصل، الاستاذ عزيز محمد هاشم بالحضور لسماع شهادته. كما انني اطلب من عداله المحكمه توقيع الكشف الطبي على السيده امينه سيد عبد الوهاب بعد سماع شهادتي دكتوره فتحيه صالح حموده ودكتور رفيق عبد التواب حلمي ومطابقه اقوالهما بتقرير الكشف الطبي عليهم. الله، ايه ده انت وقفت ليه؟ هنتكلم، عندك مانع؟ نتكلم. الورقة اللي معاه وبيلعب بينا بيها على مزاجه، مولها ايه؟ انت مش اتقصت وعرفت مولها؟ انا مستني اعرف منك. مش فاهمة. لا فاهمة ومستني اسمعك. متهيالي مهما كلمت مش هتصدقني. بالعكس، من مصلحتي ومصلحتك اني اصدقك. خلاص اسال وانا هجاوبك. سالتك يعني ايه؟ والجواب؟ كل حاجه كانت بينك وبين الصغيره قبل الكبيره. انت هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا خطيبك وهتجوزك. لسه ها، ولغايه ما يبقى يا ريت نتعامل مع بعض في حدود الخطوبه وبس. وحرام عليا وحلال لابراهيم افندي بتاعك. دكتورة فتحية صالح حمودة، أخصائية أمراض نساء ولادة. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. تعرفي السيدة أمينة سيد عبد الوهاب؟ أيوه. والأستاذ إبراهيم محمد شاهين؟ لا. أنا عرفت الدكتورة فتحية من كلام أمينة عليها لما راحت تكشف عندها، لكن دي أول مرة أشوفها النهاردة. اتفضلي يا دكتورة قولي اللي تعرفيه. أمينة جات لي العيادة مرتين. المرة الأولى كان من حوالي 8 أشهر. وكان اسمها في تذكرة الكشف سلمى عبد الله. وقتها قالت انها بتشتكي من افرازات خاصه، ولما كشفت عليها ما لقيتش اي افرازات، لكن لقيت غشاء بكرتها مفضوض والتهابات بسيطه. ومن كلامي معاها بعد الكشف ادركت انها جت مخصوص تكشف عشان الموضوع ده بالذات. والمره الثانيه اللي جاتني فيها كان من حوالي شهرين ونص تقريبا، والمره دي من غير كشف طلبت مني ان اعمل لها عمليه. عمليه ايه يا دكتور؟ عمليه في اعتقاد انها بترجع غشاء البكره لوضعه. كانت لوحدها؟ لا، كان معاها واحده اعتقد انها صديقتها. رفضت طبعا، لان العمليات اللي من النوع ده عمري ما فكرت اني امارسه، ونصحتها انها تحاول تلاقي حل تاني. ارجو السماح لي بسؤال الشاهد. اتفضل. كم حاله في اليوم بتيجي لحضرتك في العياده يا دكتور؟ صعب نحدد. يعني نقول المتوسط حوالي 6-7. نقول 6. العياده بتفتح كم يوم في الاسبوع؟ 5 ايام. الدكتوره بتشتغل في مستشفى الساحل. قلتي انك اول مره شفتي فيها امينه كان من 8 شهور، وبحسبه بسيطه يعني من 32 اسبوع، وبنفس الحسبه من 160 يوم. متوسط الحالات اللي بيجيلك في اليوم 6 حالات، يعني 960 حالة في 160 يوم، ده إلى جانب شغلك في المستشفى. السؤال يا دكتورة، هل من الطبيعي إنك تفضلي فاكرة أمينة كحالة مرت عليكي بعدها 960 حالة؟ أنا قلت إن أمينة جاتني مرتين، وإن المرة التانية من شهرين ونص، والمرة دي هي اللي فكرتني بنفسها، وفي المرتين دار بينا حوار طويل. ويا ترى كل حاله بتجيلك بيدور بينك وبينها حوار طويل؟ طبعا لا، لان امينه تعتبر موقف مش حاله. اللي اعرفه يا دكتوره ان اي شيء بيخص المريض بيعتبر سر بيؤتمن عليه الطبيب المعالج. الدكتوره فتحيه مطلوبه للشهاده يا استاذ مالك. ليه امينه جات لك انت بالذات وطلبت منك تعملي لها العمليه؟ السؤال ده تساله لامينه.
اللي اعرفه يعني انها كانت قصه حب قويه جدا بينهم، اتطورت يعني لا مؤاخذه للجنس. والله يعني كان ابراهيم كان بياخد مني مفتاح الشقه عشان كمان انا يعني قاعد لوحدي عشان نتقابلوا فيها يعني. شفت ابراهيم في الشقه عندك مع امينه يا استاذ عزيز؟ على السلم. شفتهم كذا مره يعني، اكون انا نازل متاخر هم طالعين، او اكون انا طالع بدري يعني وهم نازلين. على افتراض ان كلامك سليم. انا حالي في مين ربنا. شفتهم وهم بيمارسوا الجنس مع بعض؟ ما تجيش يعني. ولما انت ما شفتهمش وهم بيمارسوا الجنس مع بعض يا استاذ عزيز، ليه حكمت وقلت ان قصه الحب اللي بينهم تطورت للجنس؟ مش القصد يعني، يعني طب هم لا مؤاخذه يعني كانوا بيتقابلوا في الشقه ليه يعني؟ لعبوا كوتشينه؟ اتاخرت كده ليه يا ناهي؟ ما كانش راضي يخليني انزل، انا جاي اسال كله بعد ما نزل. يا نهار ربي عشان هينادوا على اسمك. يلا. علاقة حب انتهت لما ابراهيم طلب امينة للجواز واهلها ما رضيوش بيه. امينة جابت لك سيرة جواز تم بينها وبين ابراهيم؟ ما حصلش. رحتي مع امينة عيادة الدكتورة فتحية صالح حمودة وطلبت منها امينة قدامك انها تعمل لها العملية؟ ما حصلش. والجواب مش انت اللي جبتيه لي؟ لا مش انا. ايه يا لسه المشوار طويل، ده انت هتشوفي منه ذل وبهدله ما شفتيهمش في حياتك لغايه لما تسلمي او تموتي بحسرتك. مش هسلم يا ابراهيم ومش هموت بحسرتي، ولو خيروني بينك وبين الموت اختار الموت لانه اكرمني ونعيش لحظه واحده مع واحد زيك. امين كلمي يا ابوك. ترى الهرم جهالي قرب الفجر تعمل ايه؟ خلص ايه من كل اللي بتعمله ده يا ابراهيم؟ عاوز عايزه تقوم تجريني في المحاكم وتفضحني وسط الناس، تمشي وتمشيني معاك في سكه حرام. ان شاء الله تكون سكه موت. ابراهيم حاول ترمي نفسك في حضن ربنا، يمكن يخلصك من الغل اللي انت فيه. انا مفيش جوايا غل ولا حاجه، انا بحبك وعاوزك. على حساب سمعتي؟ على حساب اي حاجه في الدنيا. يا ابراهيم انت كده بتخسرني. ما افتكرش اني هكسبك لما اسيبك لصلاح بتاعك وبتاع امك. يعني ايه؟ هتتجوزني بالعافيه؟ واحنا لسه هنتجوز؟ الدرجه دي وصلت بيك الوساخه؟ نصيبك معايا. ابراهيم ما تخلينيش اكرهك. اكرهيني لو عايزه، ما اقدرش احوشك. ابراهيم الجواز حاجه والحب حاجه تانية. عرف العوائل اللي زيك اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض في الدرع، ولحظة ما تقول يا جواز الحكاية بسيطة أوي، عملية ما تتكلفش ملاليم. ملاليم وشرفك يرجع لك كده. لا مش قبل ما أعرف اللي بينا ده كان إيه. ولا بينا ولا جواز.
ولا كان ايه؟ اللي منك كان ايه؟ انا كنت بالنسبه لك ايه؟ طاير طاير بالنسبه لك ايه؟ طاير تجننت يا تجننت العظيم. كنت فين يا أمينة؟ وإيه اللي بهدلك كده؟ اديني الأمان وأنا هعترف لك بكل حاجة. خشي نام دلوقتي. بسمع غرمياتك على كورنيش، واللي يشوفنا يقول بينا غراميات. لو تويتك بالموت الناس هتقول عليا راجل. طول عمري بشوفك غير اخواتك، حاجه قريبه مني دونا عنه. سبحان من مصبرني وانا قاعد بسمعك. عمرك شفتي اب وهو بيسمع بنته وهي بتقول له انا نمت مع فلان، مشيت مع فلان، أنا وسخت شرفك ودفنتك بالحياة؟ أنا لو مجنون وسمعت منك اللي سمعته كنت عقلت، لو عاقل كنت اتجننت. بالك الناس دي كلها بتقول عليا إيه أنا وإنتي دلوقتي؟ بتقول قاعدين نقول كلام حب لبعض. صغري انا وانتي بنقول كلام حب لبعض. اشربي. اشربي. خايفه مني؟ اشربي ما تخافيش. لكن كمان حاجة بابا يا بنت ما تخافيش مني، أنا ما أقدرش أسيكي يا بنت. الناس رايحة جاية عايزة أقول الراجل يخرب. بس يا بس 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 يا حبيبي. قبلت
مش قادرة أقولك إني بحبك. وكمان صوتك حلو. فكري بيه؟ إيه اللي جابك هنا؟ القمر غاب عن اليخت، فقلت أجي بنفسي أسأله هينور إمتى؟ ولو حد شاف يقول إيه؟ جيت أتفق مع مرات أبوكي على موضوع اليخت لو الشقة الجديد. خالتي عادلة مش موجود وأنا هنا لوحدي، لو كنا نعرف إنك جاي كانت هي استنيتك. كنت انا لبست حاجه تليق بالمقام. دي كده احلى واحده في الدنيا. يعني مش ناوي تبطل شقاوه؟ انت مش ناويه تبطلي تقلي؟ فكري بيه، احنا الطريق بينا مسدود. اللي انت عاوزه مني ما اقدرش عليه، واللي انا عاوزاه منك ما تقدرش تديهولي. انا مستعد اديكي اي حاجه تطلبيها. انت لسه ما رحتيش الشغل؟ عن اذنك يا فكري بيه. مالك يا ست عديلة؟ سايبالي بقيه الغسيل انشره؟ اللي يشوف عمايلك يقول ان كنت خدامه عند المرحوم ابوك مش مراته. عاوزاني ارد عليكي وتردي عليا، وبدل ما اروح الشغل نفضل في خناق ونقار. عايزاك تراعي حرمه ابوك في تربته، الراجل اللي عاش طول عمره محترم. مفيش داعي تتمحاكي في ابويا، محدش كان بيحبه قدي. وتفتكر انه هيبقى مستريح في قبره وسيره بنته على كل لسان؟ اعطى انسان اللي يجيب سيرتي، انا اشرف بنت في البلد. عشان كده واقفه مع الراجل وكل لحمك باين. الله، وانا ايش عرفني ان هو هيطب عليا؟ ويا ريت على كده وبس، الا شويه مع سالم وشويه مع عطوه وشويه مع اجدع ما فيهم يحط عينه في عينيا ويقول لي قدر ياخد مني ايه. امال بيعرفوك ليه؟ عشان سواد عينيكي؟ مش ذنبي بقى اني طلعت حلوه واي راجل يتمنى دفن. ورحمه الغالي لكلم عمك في الزقازيق يجي يشوف اخره المسخره دي ايه. يا سلام يا سلوى، لو اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي فيه لتشم النسيم. مش قوي كده. على ايه يعني؟ انا عارفه ايه اللي عاجبك فيه. كل حاجه عجباني فيه، عيني، شعر، ايديه، كلامه. اللي ما شفته يوم هز طوله وجاب لك هديه عليها القيمه. كفايه اشوفه قدام، دي احلى هديه. اشمعنى يعني؟ هو بحبه. بتحبيه؟ يا خبتك التقيله يا اختي.
دلال. تفكري في ايه؟ ولا حاجة. هو لسه واقف مطرحه؟ عطوة؟ لا مشي. بدايك؟ وهو ماله بيا؟ لسه بدري يا ست هانم. والله وصلنا اليخت. انت جرالك ايه؟ ما جراليش حاجه، واحده مش عاوزاه، مش طايقاه. ما تبعد عني بقى يا اخي. اسمعي بقى ما اقولك، انا ما بحبش امور اللاوعه دي. ما كنت كويسة من شوية. كنت عبيطة، فاكراك تستاهل. ودلوقتي بقى طلعت ما استاهلش. روح اسأل عتريس، مش أنا بتاعت مزاجه وبس؟ مريقش أبقى مرات حضرتك. ما تبقيش على نياتك أمال، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك بعد النهاردة.
امال قلت الكلام ده لعتريس ليه؟ داري على شمعتك تقيد. نفسي اصدقك. المايه تكذب الغطاس. الصبح استنيني مطرح ما تقابلنا، هاخدك معايا مصر واكتب عليك هناك. صحيح يا حبيبي. بعد كتب الكتاب انا حبيت اديكي فرصه تدافع عن نفسك، خفت لتكون عديله ظلماكي، لكن بعد اللي انت قلتيه تاكدت تماما بان ليها الحق في كل كلمه قالتها. يا عمي انا انت لازم تسيبي البلد دي حالا، هتيجي معايا الزقازيق تعيشي معززه مكرمه مع مرات عمك واولاد عمك. واسيب شغلي في البوتيك يا عمي؟ انت بتسمي ده شغل؟ ده فضيحه. شوف يا دلال، احنا ناس اشراف عايشين طول عمرنا راسنا مرفوعه في السما فوق، عايزه النهارده تبوظي سمعتنا وتجيبي لنا العار بالاستهتار بتاعك ده. مساء الخير. اهلا يا دلال، اتفضلي. لا انا هدخل لدلال على طول، اصل مستعجله قوي. لا استني شويه، اصل دلال مشغول مع عمها بيومي. رتبي اموري، هجاخدك معايا الاسبوع الجاي. شفتي المصيبه اللي حدت عليا؟ مصيبه ولا حاجه، هدي نفسك انتي بس، دي مدايت لما فرق. ازيك يا دلال؟ وحشاني. يا سلام، عشان كده بتسأل عليا. ما انت بصراحة آخر مرة كنت بتطفشيني. أنا؟ يا ما في الحبس مظاليل. الغرض رايحة فين؟ هروح فين يعني؟ مروحة؟ لا، هتيجي معايا نضرب كده بالمركب بولطة في الغطس، وناكل سمك مشوي وجمبري زي زمان. ماليش مزاج يا سلام. والنبي ما انت كسفاني. ده أنا عندي كلام كتير أوي عاوز أقولهولك. طيب. شوية بوي بقى، انما ايه يستاهلوا بقك بجد. خدي دوقي دي. لذيذ قوي. بالهنا والشفا. كل انت بقى. اكل دي بقى عشان خاطري. زعلانه يا دلال عشان مسافره؟ طبعا يا سالم، أنا زي سمكة عاوزينها تعيش بعيد عن المية. تقبلي تتجوزيني يا دلال؟ لا. ليه؟ أنت عاوز تتجوزني عشان صعبانة؟ عشان بحب. من زمان وطول عمري بحب. صدقيني يا دلال، مش هتندمي لو اتجوزتيني. أنا خايفة لا تندم أنت يا سالم. أنت أصلك مش عارفني. عارفك. مش عاوزك تسافري. أنا كمان مش عاوزة أسافر. مش هقدر استحمل عيشته. يبقى لازم نتجوز. ارجوك يا دلال توافقي. موافقه.
ما تتعبش نفسك، عطوه مش هيجي. لا لا لا، عطوه لا يمكن يتاخر عن فرحي. امال مالك قلقان كده؟ خايف لا يكون جرى له حاجه، اصله مش معقول يتاخر كده من غير سبب. يا ناس يا عسل، نص عطوه وصل. الحمد لله بالسلامة يا عطو. مبروك يا سالم. خضتني يا راجل. معلش يا سالم، العربية قتلت مني في الإسماعيلية. طب تعال. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وقبلت زواج موكلتك الآنسة دلال مصطفى بركات. وقبلت زواج موكلتك الآنسة دلال مصطفى بركات. والله خير الشاهدين. الفاتحة. مع السلامة. أيرضيك هذا يا شيخ حسن؟ عايز إيه؟ فرح وبلا رقفة. تحشم يا ولد. مع السلامة.
هو ايه اللي حصل يا سالم؟ مفيش حاجة يا ما الحمد لله جت سليمة. سليمة؟ سليمة ازاي؟ ده انت كلك مشرفط يا ابني. يا شوي اجري شوف له حكيم. الحكاية مش مستاهلة. جالكوا كلام؟ قلت لكم دي أدامها نحس وهو أنا هو من أول ليلة. يما بس وهي ذنبها إيه يعني؟ أمال ذنب مين؟ أكيد هي السبب في الخناقة دي. أنا ما كنتش عارفة إنك شجاع للدرجة دي. وكمان شكلك حلو زي القمر. تحبيني زي ما بحبك؟ طب اسيبك انا بقى. قلت ايه؟ قلت لا طبعا. انت كنتي حتى قولي الفكره ايه؟ لازم عليها تتعب. انت ليه مش عاوزه تفهمي ان انا بقيت ست متجوزه دلوقتي؟ ما اقدرش اعمل حاجه تغضب سالم. يا سلام، وعلشان يعني انت متجوزه تقومي تحجزي نفسك بين اربع حيطان؟ ثم انا قلت لك انكم مش هتبقوا قاعدين لوحدكم. ولا بصوا اقول ايه اللي فكري بيه؟ قولي له دلال بتقول لك الطريق بينكم لسه مسدود. يعني ايه؟ هو هيفهم. طيب يا ست دلال، مع السلامه. الله يسلمك. معقول انسى يا حبيبتي؟ مد ايدي خدي من جيبي الوراد. تكونيش فاكره ان جوزك عنده مال قروب؟ ده حتى خد من التل يختل. فضكوا بعض. يعني دايما كده اما كسره بخاطرها. حقها ما ملكش حق خالص. الناس خيبتها السبت والحد وانا خيبت ما وردت على حد. ها ايه رايك بقى؟ يا جنن فكري بيه. صباح الخير يا حلوين. البوتيك نور يا فكري بيه. دي واحده اجيب لك حاجه ساعه واجي على طول. على اقل من مهلك. ايه
مش ناوية تبطلي تقول. وانت مش ناوي تبطل شقاوة؟ دلال دي سعيدة في حياتك؟ طبعا. كدابة. سالم ابن حلال بيحبني. جوزك غبي واخواته أغبى، بيرفصوا النعمة برجليهم. ليه مش عايزين يبيعوا؟ عشان لو باعوا مش هيبقوا اصحاب ملك. ما هم هياخدوا 100,000 جنيه. ايوه بس الملك هو اللي عامل لهم قيمه ما بين الناس، وبعدين برضه هي حاجه مضمونه للزمن. انت عارفه ان كلامك مظبوط. اي ليه لا حقهم. طب انا بدل ما اشتري منهم الارض اخليهم يشاركوني بقيمه الارض بالنسبه للمشروع. ايوه هيبقى لهم نسبة في رأس المال، وطبعا نسبة في الأرباح. يعني نبقى أغنية؟ هيبقى معاكي فلوس تحتاري تصرفيها ازاي؟ أنا لسه مستنية زيارتك. هتفضل مستنية يا فكري بيه، لأني مش هاجي. هنشوف. أهو كده بقى نبقى في التمام. ولا حكاية رجوعك؟ هتخلي الحاجة تطير من الفرح وتسامحنا بدل ما تديها نكد. وتعالى يا حاج رضوان شوف ولادك عملوا ايه في ورشتها. دلالة اهي. خلاص يا دلال مضينا العقد وهنبقى شركة الفكر بيه، وبكرة بقى نلعب بالفلوس لعب واجيب لك كل اللي نفسك فيه. لا وايه؟ هنمسك النجارة بتاعة المشروع، وعطوة هيرجع يعيش معانا هنا في بورسعيد. مش معقول. اهو اساليه. لا 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 بعدين بعدين، اصل انا موعده سلوى دلوقتي. طب ما تاخريش. طيب عطوه مش لازم يرجع هنا، انت لازم تمنعه فاهم؟ طلبك ده جه متاخر، ما اقدرش احققهولك. ابوس ايدك يا فكري بيه، متخلوش يرجع. صدقيني الموضوع مش بايدي دلوقتي، احنا خلاص مضينا العقود. قد كده رجوع مخوفك؟ خلي مراتك تتلم يا سالم. ليه بقى يا سيعاتو؟ شايفني مبعترة؟ لا كده يا دلال، ادخلي جوه اسير الشر. حاضر يا سالم من عيني. انا هاخد اكلك معايا عشان نتعشى جوه لوحدنا. مستني ايه؟ ما تحصلها قبل العشاء ما يبرد. انت عايز الحق بقى ولا ابن عمي؟ قول اللي انت عايز تقول. بصراحة بقى انت وامي مزودينها حبتين. خلاص دلال بقت مننا، وبعدين سالم بيحبها وهي بتحب. خلاص قلت اللي عندك يا فصيح. ايوه. طب سيبني بقى اخلص حساباتي. ما تيجي تاكل. قلت لك ماليش نفس. ادخل. قول لي يا سالم، انت مستريح للجدع اللي اسمه عبد التواب ده؟
ليه؟ لا اصل في غلط في اذونات التسليم. طب هنثبت ده ازاي؟ بكره الصبح ننزل بدري ونعمل جرد للمخزن قبل العمال ما يوصلوا. طيب تصبحوا على خير. انت هتفضل طول الليل تاكل ولا هتيجي بقى؟ جاي حال. الله لك في اكل بقى، تعالى. طيب شد حيلك يا رجاله. اهلا وسهلا. قلت انك فسحت في المركب. لقيت الموجة عالية. وانت تسمح تقولي سايب شغلك وتعمل ايه هنا؟ بقولك ايه؟ فيكي من يكتم السر؟ كبير. انا جاي اخد المسدس بتاع عطوة. يا نهار اسود، ليه؟ ومالك خفتي كده ليه؟ ده انا واخده هتمنظر بيه قدام جماعة وارجعه تاني مكانه. ايوه يعني المسدس ده فيه رصاص؟ اما نشوف. اهو ادي الرصاص يا ست. طمنتي؟ ياك خضتني. اهلا 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 وسهلا باولاد الحاج رضوان. تفتكري بقى نبتدي بمين؟ نبتدي بعطوة عشان مفتري. صح. دلوقتي بقى سالم. سالم؟ اه. لو انه جوز، لكن معلش بقى ما هو هزار. اه معلش. ها فكري ليه بقى اظن؟ يلا. الحمد لله ما جربوش حاجه، بس كده حلفتله ان انا كنت عايز اقتله. اقول لك اديني قلم المسدس واجري. طب وانت هتعمل ايه؟ اسمع الكلام بسرعه، يلا اجري. المسدس فاضي. وفاني الفاضي. تقومي تنشيني عليا انا ليه؟ مش عايز تموتيني. انا مش شايف حاجه تضحك. بدور على جوزي. هو ايه اللي حصل؟ مالكش دعوه. انت كنت فين من الصبح؟ ما انا كنت. اتفضل روح شوف شغلك. وانت اجازه النهارده، بس بعيده من هنا. تفتكر الجوازه دي هتستمر لغايه امتى؟ هو حضرتك جاي تطمن على الشغل ولا جاي تطمن على العيلة؟ لما بتبقى لوحدها وفاكرة إن محدش شايفها بتعيط؟ وإيه دي وش عياط؟ دي ما بتحسش.
عطوة انت صناعي شاطر وبتفهم في النجارة كويس قوي، لكن اكيد ما بتفهمش في الستات. الستات يا فكري بيه مش عايزين اللي يفهمهم، عايزين اللي يشكمهم. ايه ده ما تحاسبي انا طالعة طول على ست سنين اطلع بعافية شوية وجابولها حكيم. عطوة حيموتني لو اتأخرت عن كده. قول لي سالم يجيب لنا تفاح معاه. طيب تعمل ايه هنا؟ بره. انت متضايقة من حاجة يا دلال؟ انت طيب قوي يا سالم. يعني مبسوطة معايا ومش ندمانة؟ مبسوطة لكن خايفة. خايفة من ايه؟ مش عارفة. انت بتحبني يا سالم مش كده؟ بحبك قوي يا دلال. صحيح يا سالم، عاوزني جنبك على طول، ما تقدرش تعيش من غيري. طب ليه ما بتقوليش كده؟ بصني بصني يا سالم، خد بالك مني، خد بالك مني قوي يا سالم.
بره الملعب. رامي التماس للنادي المصري هيلعب حسام غويبه. اينو اينو يجيب الجول الاول للنادي المصري بعد مضي حوالي 11 دقيقه. كره عرضيه في سقف الشبكه. والنبي ما انا فاهمه ايه اللي عاجبهم في الكره دي. خير مازال ابراهيم الوجاحي يظبطوا يصرخوا بالشكل ده. يوهو مش يشجعوا بلدهم ونادي بلدهم. انا بقى بشجع الاهلي. العرض ياخدها حسام غويبه حكه لايلو. حلوه يا كابتن حلوه يا كابتن. حسب يا ناصر كره اوفسايد. الاولانيه الاولانيه اوفسايد. حسام باينه من الاول متفقين علينا من الاول. لوحده اللعيبه كلها ورا بتاعتنا هو لوحده قدام الجول. كان يديهم ماتشات بدل ما يلعبوا. ده جايبينه منين الريف؟ جايبينه منين ده؟ معلش يا ولاد ربنا على الظالم. طب دي قناه ثانيه فيها فيلم اجنبي يجن. معلش اصل المرحوم ابوهم لا كان اسمه الخواجه رضوان ولا كان بيلبس برنيط. النادي الاهلي والنادي المصري اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف واحد. على فكره يا سالم ضروري تفوت على الحاج صابر النهائي في مصر. ابقى افوت عليه بعد ما اخلص مشتريات الرويال. ايه انت هتلحق تعمل ده كله في يوم واحد؟ هلحق بس مش هقدر ارجع بورسعيد قبل الضم. خلاص ابقى بايت في مصر وارجع تاني يوم. سالم انت هتبات في مصر ليله واحده بس يا حبيبتي. طب خدني معاك. هتزهقي هبقى طول الوقت مشغول. معلش مش عاوز استنى هنا لوحدي. يلا بقى عشان هنتأخر. عاوزني يعني ايه يا حبيبتي مش هتيجي معايا؟ جاية طبعا. طب يلا يلا حبيبتي يلا طيب. ناكل ونرجع جري للعمال. اهم حاجه نعملها التامين على السقالات وخصوصا السقالات الطياره. فتلو اتفضل. امال دلال فين؟ بسلامتها بتتفسح بالمركب. ايه هي البنت دي مش هتجيبها لبره ابدا؟ وفيها ايه بس؟ ما هو سالم معلمها السواقه ودايما بيفسحها في المركب. فيها ايه يعني ايه؟ الموتور بايظ وبيسرب زيت وممكن يتحرق بيها في اي لحظه. يا عدوى الحاني الحاني.
كام؟ 39 وشرطتين. دلوقتي الكمادات هتنزل الحرارة. ما كفاية شرب بقى يا عطوة. هو الأفندي ده بيعمل إيه عندك؟ أنا هسيبك دلوقتي تستريحي وإن شاء الله الصبح هتبقي عالي العالي. شوقي أنا خايفة، عايزاك جنبي، خليك جنبي لغاية ما أنام وبعدين أبقى أمشي. طول عمري بخاف لما بيبقى عندي سخونة. طيب اهدي يا دلالة، ما أنا جنبك أهو. ايه الحكايه؟ ايه يا مقاوله؟ الكبير الدور والصغير بالليل؟ الظاهر انك ما بتشبعيش. انت سكران وما انتش عارف انت بتقول ايه؟ اخرج من هنا. انت حد بقى وفايا يا واد؟ انجر قدامي على اوضتك. خلاص يا فجره، شعللتيها نار وارتحتي؟ القنطه دي مش مربوطه كويس. حاضر. تبقى تحرق عليها. خبيتها فين؟ خبيت مين بس يا سالم؟ عارف مين عطوة؟ خاينة ليه زيك؟ اهدى يا سالم، احنا اخوات وعيب نتخانق عشان واحدة فجرة. دلوقتي بس افتكرت ان احنا اخوات. سالم يا عطوة؟ أبداً أبداً. قتلت أخوك يا عطوة؟ لا، هي اللي قتلته، هي اللي قتلته. ممكن أكلم فكري بيه تاني؟ نزل من إمتى؟ أنا كنت متأكد إن حليك هنا يا فجرة. عاوز إيه يا عطوة؟ قتلتيه وهتدفعي التمن. Thank you.
ليه يا عطو؟ أنا عمري ما دخلت على موظف نشط وكفء في العمل أبدا، علاوات، ترقيات، حوافز، خد منح زي ما أنت عاوز، بس بشرط تديني شغل، شغل وتفاني وإخلاص واجتهاد في العمل. في حاجة يا أنسة؟ تقارير الكامبيو يا فندم. طب حطيها على مكتبي عندك هناك لو سمحت، واتفضلي أنت. في حاجة يا نسة؟ أهلا 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 بالقمر. اتأخرت عليك معلش. ولا يهمك. ليمون كان عادة مش كده؟ فريش. ليمون فريش وواحد كابوتشينو. أهلا أهلا أهلا. قولي لي انت ليه كانت في الشتك عايمه وانت بتكلميني في التليفون النهارده؟ لا دي حكايه كده، انت مالكش دعوه بيها. برضه كالعاده الواحد ما يعرفش عنك اي حاجه. مش كل حاجه. ماشي. قولي لي بقى. ايه اللي عاوز تعرفه يا كمال؟ هلا. انا بقالي شهرين بعرفك، وكل اللي اعرفه عنك اسمك وبس. هلا. هلا ايه؟ ما اعرفش. هلا مين؟ ما اعرفش. هلا فين؟ ما فيش فايده. تكونيش جاسوسه. وانت تكونش مباحث؟ انت ليه مصر على الغموض اللي حواليك؟ ليه مش عاوزه تثقي فيا؟ انا لا يمكن اثق في اي راجل، وانت بالذات. طب ليه بقى؟ يا مأمنة للرجال. بس مش كل الرجال. طب انت ليه عاوز تعرف عني كل حاجه؟ مش كفايه ان انت بتعرفني وبتقابلني؟ طب ليه بتقابليني وبتعرفيني ومش عاوز انا اعرف عنك اي حاجه؟ لما اعرف انت عاوز مني ايه الاول؟ هلا، انا بحبك. بقول لك انا بحبك. مش كفايه؟ لو اتاكدت انك بتحبيني صحيح اكيد هنتجوز. وانت عاوز تتاكد ازاي؟ تعرفيني عنك كل حاجه. هلا ايه؟ ساكنه فين؟ بتشتغلي ايه؟ صباح الخير يا فندم. ايه اخبار اخبار الدولار ايه في بورصه لندن النهارده؟ البنك المركزي لسه ما ادناش سعر الفرق. انا شايف والله ان اللي بتعملي ده ملوش لازمه، يعني ما ملوش منه فايده. وفد البنك الاقتصادي الاسيوي ميعاده النهارده، ودول ناس فنانين احاسيسهم مرهفه، يعني لازم نهيئلهم الجو المناسب لاثناء المباحثات. انا اصلي ما عنديش فكره عن الموضوع بتاعهم دي خالص. ايه سندوتش؟ يا ريت تتصل بيهم وتخليهم ياجلوا الميعاد بتاعهم ده يوم ولا يومين، على بس ما اكون لميت بالموضوع بس شويه. وناجل ليه بس يا فندم؟ الناس كتر خيرهم جايين لغايه عندنا وجايبين لنا اتفاق انهم احنا نسوف معاهم ونماطل.
وانتوا كنت قعدتوا معاهم؟ طبعا قعدنا معاهم والموضوع شبه منتهي، البروتوكول جاهز وعلى التوقيع كمان. طيب اطلع عليه بس عشان افهمه وابقى على بينه. الموضوع باختصار شديد يا فندم عبارة عن تمويل قرض مشترك ب 10 مليون دولار لصالح انشاء محطات تقوية في الريف، 4% فايدة في السنة مع اعطاء فترة سماح 10 سنوات. والله ظريف، بس يا ترى الناس دول لهم يعني شروط معينة؟ لا شروط ولا حاجة يا فندم، احنا اصلنا بنستورد 80% من الاجهزة الكهربائية بتاعتنا من عندهم، عشان كده طبعا هم يهمهم ان الكهرباء توصل في كل مكان والاجهزة تكتر وتنتشر في الريف. والله والله لازم تعرف ازاي تفكر. حضرتك ممكن تلقي نظرة سريعة على بنود الاتفاق قبل ما يوصلهم. عن اذنك يا فندم. وصلوا يا فندم. سلابان مسوك. ويلكم 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 ان كايرو ويلكم ان ايجيبت ويلكم ويلكم. سلمان فندم مساري. بسم الله ما شاء الله نبني في اللغات. ايوه بيقول حضرتك. ايوه ايوه بيقول ان المبلغ هيتبعت بالتليكس بمجرد توقيع الاتفاقيه. بلغيهم انني سعيد جدا بيهم للغايه، وقول لهم ان احنا شعبهم ده شعب صديق وان احنا بنعتز باخوته من زمان. سنان في لما تنجم السيري. ويلكم ويلكم ان ايجيبت. كامي برغميرا سكالي برجمبا دكان بابا. Oleh karena itu, kami harap Bapak mengadakan pesta untuk persetujuan ini. دي بقى أنا ما فهمتهاش. بيقولوا إن هما سعداء جدا بمعرفة حضرتك، وإن هما عازمينك الليلة دي على حفلة كوكتيل بمناسبة الاتفاقية الجديدة. كمان؟ والله الناس دول زودوها معانا أوي، دي كان واجب علينا إحنا. هو حضرتك بتفهم لغتهم؟ ولا بفهم لغتهم ولا أي حاجة، بس تلاقيها كده أصل أنا بفهمها وهي طايرة. ألو؟ خليل بيه؟ أيوه خليل زفت. أنا هالة يا فندم، أنا آسفة جدا إن أنا باسك حضرتك، بس حبيت أفكرك بميعاد الحفلة النهاردة عشان ما تتأخرش. بعد إذنك يا فندم، أنا كنت بقترح يعني لو إحنا نشتري بعض الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد. والله فكرة، لازم برضو نشتري لهم شوية هدايا مناسبة. إيه؟ ما يجراش حاجة. حضرتك تنزل انت وتنقي الهدايا المناسبه اللي على ذوقك انت. بقول لك ايه؟ ما تبقيش تنسي الفواتير عشان نبقى نعرف نسدد المبلغ ده. 500 جنيه كفايه قوي. عندك فلوس كفايه ولا تحب ابعت لك من عند انا؟ والله في الحقيقه انا كنت نازل. نتقابل هناك نص ساعه بالكتير هتلاقيني منتظرك هناك. دكار يا خليل بيه، قصدي ماشي. على فكرة أنا محضر لسيادتك مفاجأة. لا بقى، لما هشوفك هقول لك. أوكي باي باي يا فندم. أنت خارجة يا هالة؟ أيوة يا ماما. ما أنا قايلة لك من الصبح إن أنا خارجة. أصل خلاص أصلي. خلاص يا ماما ما تكلميش. اتفضلي. إيدي دول لعبة. والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه. الشرب خلاص خلاه ما بقاش بني ادم. وهيعيش يا بنتي ولازم نستحملها. ما تقوليش حاجه خالص يا ماما. قولي ربنا يتوب علينا من العيشه دي بقى. ها ايه راي حضرتك بقى في اذواق البدل دي؟ والله هي ظريفه. بس عيبها انها شبابي حبتين. حاكم اني ما احبش الالوان المزهزهه دي. والتفصيله لازم تكون مقفوله وبصفين. انت ليه دايما بتحاول تعجز نفسك كده يا استاذ خليل؟ واني طول عمري كده احب الحاجات الحشمه. طب بلاش دي. طب ايه راي حضرتك انا بقى نقيت لك البدله دي. بص
والله أنا بثق في ذوقك. على العموم نجربها. لو سمحت عاوزين نقيس البدلة دي. ايوه بس البدلة دي بزديري ولا لا؟ لا. اهو ده عيبه. حد يلبس ديري دلوقتي؟ فكرك يعني بلاش؟ طبعا بلاش. خلاص امرنا على الله نقيسها. القميص والشراب ده كمان. ممكن توريني البدله الثانيه دي اللي وراها؟ ده انت على كده بقى نقيت الطقم كامل. طبعا الكرافته لازم تضيق على البدله والقميص والشراب كمان. ظريف ظريف قوي. مش ناقص بقى غير ان احنا نغير الجزمه، جزء بني وجزء اسود. ايه ده احنا على كده بقى هنغرب حسبة بتاع 30 35 جنيه. اهدى اهدى، هتعرف في ناس عايشين في الدنيا دي واحنا ولا هنا. يا استاذ خليل دماغك وقديمه كمان. كنابا بابا tidak bersama madam. اصل المدام تعبانه شويه وبعافيه يعني حبتين. مدام كورانزهايت حضرتك بتفهمهم ازاي؟ بالفكاكه. قال المدام يبقى اصل المدام ولا ايه؟ ويلكم. دي بيصب لي. ايوه يا فندم، ما هو ما يصحش حضرتك تعترض ان كلهم بيشربوا، عيب قوي يعني. لو انت هتشربي يا فندم دي شمبانيا ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه؟ ايوه ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه.
انت ايه اللي جابك؟ انت مش اتصلت وقلت انك تعبانه؟ بالحقيقه يا فندم انا فعلا النهارده ما كنتش قادره اقوم من السرير، لكن هعمل ايه بقى؟ افتكرت النهارده ميعادنا مع وفد بانج فرانس ولازم اكون موجوده عشان خاطر الترجمه. اخ بالترجمه دي اللي هتودينا في 60 داهيه يا فندم؟ لا ابدا ابدا ولا حاجه، وطبعا احنا لازم نعزمهم زي الجماعه بتوع امبارح. متهيألي ده المفروض. يبقى على كده بقى الواحد مش هيسلم ابدا. ليه؟ ام العيال يا ستي مش قادره تتصور اعباء الوظيفه الجديده اللي انا فيها دي وبيتهيالها يعني انني بلعب. طيب ايه راي حضرتك يا فندم يعني لو تعزمها مره معانا عشان تقدر وتشوف المسؤوليات اللي انت بتتحملها قد ايه؟ يا ريت، بس هي اصلها ست من نوع المتزمت شويه وما بتحبش تسهر يعني في حته زي دي ابدا. في الحقيقه انا لاحظت كده برضو. لاحظت كده برضو؟ لاحظت ايه؟ يعني متهيالي انها. متهيالك انها ايه؟ يعني لو سمحت حضرتك بس ما تزعلش، المفروض انها تهتم بحضرتك شويه اكتر من كده. معلش اصلها يعني ست بسيطه شويه. ست طيبه. طيبة قوي، من نوع الستات بتاع زمان زي أمهاتنا، وما هياش يعني متفرجة، وكمان برضو زي ما تقولي حضرتك كده العيال برضو يعني لخمينها شوية. أنا ما كنتش عارفة إن حضرتك عندك أولاد. لا الحمد لله عندي، وزي ما تقولي يعني كده العيال والمسؤوليات هدت حيل الواحد شوية. هدت حيلك ده إيه؟ أنت لسه في عز شبابك. بس الهم عجزنا بدري يا فندم. ما تقولش كده. الوفد وصل يا فندم. الحقيقة استقبليهم بسرعة يا لسه قال. أشانتي مسيو خليل. اهلا وسهلا. اهلا جاك. اهلا ارشانتيه مسيو البير. البير ويلكم. اهلا فرانسوا ميرسي. اهلا وسهلا. قولي لهم ان احنا عايزين نحتفل بيهم. ويا ريت لو يشرفونا النهارده او بكره في حفله كده وسهره نعملها لهم على الضيق كده زي الجماعه بتوع امبارح. خليك بيه. مالك سلامتك في ايه؟ تحب اطلب لك دكتور؟ ايوه انا انت مالك؟ حضرتك في ايه بالظبط؟ حضرتي يعني حبيت اعتذر لك عشان كده كلمتك بالتليفون. تعتذر لي؟ تعتذر عن ايه؟ ايوه اعتذر طبعا اعتذر. ما اعتذرش ازاي؟ ده قال لي حاجه اني اعتذر. اعتذر. مش انت مش انا برضو دوست على رجليكي وانا برقص معاكي؟ انا اصلي فلاح ومدب وعمري ما اتعلمت الرقص، عشان كده انا محتاج لك يا انسه هاله. انا حاسس اني في ازمه، حاسس كاني في عاصفه عاتيه على وشك ان تقتلعني من جذوري، حاسس كأني ريشة في مهب الريح، حاسس كأني حمار حصاوي في سبق للسيارات. لا بسيطة بسيطة يا أستاذ خليل، وما كانش في داعي خالص للاعتذار. أما عن الأزمة والعاصفة فكل شيء وله حل. صحيح. طب إزاي؟ يعني ممكن واحد أفلحون زيي يتنجر ويتعلم كده ويتمدن ويليق بالامل اللي هو فيها دي؟ ممكن. صحيح. يعني ممكن مثلا في غمضه عين اتعلم الرقص ولا ادوس على رجلك؟ اعلم. يا معلم في المتبلب. نحاول.
لو نايم وبحلم إياك تصحيني، ولو صحي وبحلم هواك برضو تصحيني. يوه حلوة أوي الريحة دي، كل شي كان جميلة. يما تعالي شوف ابن الخل والغرانه. خير؟ جايباني على ملا وشي ليه؟ أبدا، وحشتني. يا سلام، ومالك بتقوليها كده؟ كمان أنت ناوي على إيه بالظبط؟ ناوي على إيه في إيه؟ في حكاية. طب مش لما نشرب حاجة نقول؟ أنا خلاص شربت. كمان أنا ضروري أعرف فضلك. أنا حاسة إني تايهة وعاوز أرسى على بابا. أنا كمان تايه زيك ومش عارف أرسى على بابا. يا عيلة لازم نكون واضحين مع بعض. أنا ما أعرفش عنك أي حاجة خالص. عاوز تعرف إيه؟ عاوز أعرف أنت مين؟ ساكنة فين؟ عايشة إزاي؟ بتشتغلي إيه؟ أنت بالنسبة لي لغز. بصراحة دي حاجة توغش أي راجل. ولو عرفت؟ أبقى تحت أمرك. طب أنا النهاردة مستعدة أجاوب على كل أسئلة. وهخليك توصلني لغاية البيت كمان. إشمعنى النهاردة بالذات؟ مش بقولك تايهة وخايفة لأغرق. لو بتحبني صحيح يا كمان، يبقى لازم ندى حد لعلاقتي. يما مش هتشوفني تاني. يا ساتر، ده إنذار بقى. أنت تقدر تعتبره إنذار. بس ليا. وبفضل المساعدات الاقتصادية التي سوف يقدمها لنا شعبكم الصديق، سوف يتمكن هذا المصنع من مضاعفة إنتاجه بنسبة 250%، الأمر الذي سيشكل فائضا وقدره 150,000 طن من الورق المضغوط و 100,000 طن من أوراق البلاستيك. وحسب الاتفاقية سوف يتم تصدير هذا الإنتاج لبلدكم العزيز، وذلك تسديدا لديون القرض وعلى مدى 10 سنوات. انا مش عارف ايه اللي جراني الليله. مش بتهدى في الشرب للدرجات دي. ليه؟ لاني قلت ان لا ده خليك على راحتك، ما دام انت بقيت بعيد عن البيت والولاد واعرفهم. مش هخليك تشرب كتير كده تاني. طب ليه مش عايزين اشرب كتير؟ عشان صحتك وعشان انت مش واخد على الشرب. ده انا قلت ان لادي بالذات اتقل مخصوص في الشرب بالعيني عشان تبقى عندي شجاعه واقدر اكلمك. في ايه بس؟ بس؟ انا ايوه انا ايه؟ انت ايه؟ انا بحبك قوي وما كنتش ممكن اقدر اقول لك الكلمه دي غير واني سكران قوي خالص ومتنيل في 60 ميلة. وبعدين بقى؟ انا عارف ان الكلام ده كلام كبير قوي، عشان كده انا نيلت الدنيا كلها عشان اقدر اقوله لك بشجاعه. يا استاذ خليل ده غلط. ليه؟ انا راجل محترم جدا جدا وما بحبش الغلط، عشان كده لما اقول لك انا بحبك يبقى عايز اتجوزك. ارجوك ما تخلينيش اندم اني طلعت معاكوا اسكندريه. تنامي ليه؟ يا حسن هتقف. داني وقعت ولا حد سمع علي. طب قول حضرتك ايه؟ ممكن تخش اوضتك تنام وتستريح والصبح هنتكلم في الموضوع ده براحتك. هو ممكن؟ ممكن قوي. ايوه بس توعديني. ايوه على فكره انا ممكن اساعدك قوي. انا ممكن افتح لك في التاني عشان يعني ما تكونيش متضايقه ولا قلقانه. انا العلمي. ايوه انا عندي ممتلكات خاصه كتير قوي في البلد عندنا، وارض كمان يعني مش اي حاجه. طيب اوضتك هنا. ايه طيب ممكن تساعدني وتفتحي لي الباب؟ فين المفتاح؟ يعني مش شايف. طيب مش شايف. ايه يا استاذ خليل؟ ايوه مش شايف. اتفضل. قد ايه؟ لو فيه مأذون خليه يجي ويخلصني، لان عاوزك الليله. عيب قوي الكلام اللي بتقوله ده. ارجوكي ما تظلمينيش.
انا بحبك قوي يا هانم، انا كويس قوي وصادق، صدقيني صادق وجد جدا في كل اللي انا بقوله، صدقيني. ارجوك يا استاذ خليل ما تقوليش كده تاني لاني بتضايق. حضرتك المدير بتاع عارف شغل؟ ايوه يا فندم. وعايز تتجوزها؟ ايه انا يبقى لي الشرف يعني عايز تبقى المدير في البيت وفي الشغل كمان. ارجوك يا ابني اعذره، اصله متقل في الشرب حبتين. اه هو ده اللي انت فرحه فيه. اه بكره تلاقي بنتها زيها كده بالظبط. اه ايه على راي المثل اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لمين؟ لمين؟ لأمها. تطلع لأمها. خفيف. خفيف. بس أنا فاكر من شوية إن كان في واحد تاني عايز يتجوزها، مش كده يا فتحية؟ اسكت أنت يا صبحي. أنسة هالة؟ أنت جاي هنا ليه؟ هالة. أرجوك يا ماما، خدي عمي واخرجوا برا شوية، ليه كلام مع خليل بيه. ايه على فكره ده ما ينفعكيش، تصوري باب الشهر. باب الشهر موت يا شيخ. انا سهالي انا جاي هنا عشان تخطبني مش كده؟ لا عشان اتجوزك. ارجوك تصرف نظر خالص عن الموضوع ده. ايوه انا عارف انت قلقانه من ايه، عشان يعني متجوز وعندي اولاد، لكن انا سبق وقلت لك اني اقدر افتح بيتين وفي نفس الوقت برضه مش هتخلى عن مسؤولياتي تجاه ولادي ومراتي. حتى بعد اللي شفته دلوقتي؟ ايه هو اللي شفته؟ جوز امي اللي ما بيفوقش من الخمر ابدا. بالعكس ده يخليني اتمسك بيكي اكتر. ليه؟ عشان توصل لغرضك انت كمان؟ لا عشان انسانه زيك لازم تعيش بعيد عن الجو ده، لازم تلاقي الاستقرار والامان. هتتجوزني شفقه؟ لا الحب قبل الشفقه، وانا اللي جابني هنا الحب يا هانم. واللي شفته دلوقتي؟ انا ما يهمنيش اللي شفته، انت بس اللي تهميني انت بس. وعشان اثبت كلامي انا هتجوزك النهارده. لا دلوقتي، ودلوقتي حالا هنزل اجيب المأذون. عن اذنك. خليل 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 جهز الشربات على برجع عين المأذون. مبروك يا حبيبي. عشان اسلت البنطلون من تحتيه. مكسوف؟ ها؟ داني بقيت عايضة. ايه ده؟ ايه؟ معقولة هتلبس الخيمة دي؟ اصل دي اللي انا متعود انام بيها، ومن غيرها هستهوي. شوف بقى البيجامة الجميلة اللي انا جايبها لك. ايه ده؟ بيجامة؟ ايوه وحرير كمان. بص اسمع بقى، انت لو لبست البتاعة دي انا هتضايق جدا. انا بقول برضو خليني في الفضفاضة دي احسن من البيجامة. احسن ديت احسن حاجة بلبسها. لا هتلبس البيجامة دي. بص لا سامحيني مش هقدر. ايه ده
معقوله كل اللي انت لابسه ده مفتري؟ ايه؟ معلش بس فيه كمان اصل اقول مالك عليا اخلص من ده الاول وبعدين اصل فيه واحد تاني مزرجن معايا مزرجن معايا قوي بقت عقده ومش عارف تخلص. ايه العقده دي؟ ايه؟ ايه العقده دي؟ الدكه. اعملي معروف لحد والدك سيبيني احسن دي بقت مشكله. ليلو ليلو علشان خاطري يا حبيبي. ايه؟ البس البيجامه اللي انا جايبها لك. يا سلام يا هل يا هلولي اذا كنتيش بس تركبي دماغك. مين بقى اللي بيخبط علينا دلوقتي ده؟ إدارة الفندق يا فندم تتمنى لكم شهر عسل سعيد. ميرسي قوي. لو سمحت بره اخويا بره اهو. اتفضل لو سمحت. استنى بس ياخدوا البقشيش. ياخدوا البقشيش من بره من بره من ورا من ورا الباب. ما فيش ايه ياخدوا بقشيش ايه؟ لو سمحت شويه. امسك ايه؟ 10 جنيه. عشان خاطر معلش. خد يا اخويا خد. تاني مرة ما تبقيش تفتحي لحد وانت بالشكل الإباحي ده. انت بتغير عليا يا ليلو؟ قوي قوي يا حبي قوي. يعني دمك حامي قوي؟ قوي. وانت فورتهولي. سايبك يا عمل ضعوري يا شيخ. لا مش شخص عليك. ايه اللي انت لابساها دي؟ ماس كمان تلبسي لباس بحر. طب وفيها ايه؟ كمان بتقولي فيها ايه؟ الله خليك سبورت. لا انا في الحاجات دي متزمت جدا. ايه يا ليلو؟ انت بتشكت فيها كده ليه؟ لا لا ليلو ولا جوله، شيء غلط اللي بتعمليه في نفسك ده اكبر غلط. ده ضد الحشمه ويتنافى تماما مع الوقار. الظاهر بقى ان احنا هنبتدي نختلف. ايه؟ انت طمستي؟ انت زعلت ولا ايه؟ انت اللي مش قادر تخلع صديري من تحت جلدك يا خليل. مهار مش فايت. معقول حرمتك اللي على ذمتك تبقى بالاباحيه دي كلها يا خليل؟ هزلت واتمسخرت كمان. ما هو انت اللي عايز كده. مش هي دي الست القرفرانكه اللي انت ريلت عليها ورجليك حفيت وراها؟ اشرب بقى يا فالح، اشرب لحد ما تقول يا كفه. هل ظاهر ان اني اتنقلت نقله حضاريه، والنقله دي كانت واسعه حبتين شويه يعني على عبد لله. على رأي المثل اللي بيقولوه عندنا في الفلاحين في بلدنا، كنت في جرة وطلعت البرة. عشان كده أرجوك يعني ما تضايقيش مني. تطبيع العلاقات بيننا يعني لازم يتم بالراحة شوية عليا لحد يعني ما اتعود على الجو الجديد ده واخد عليه. تعرف لما كناش قدام الناس كنت عملت فيك ايه يا حبيبي؟ تعبت لانك مش هاضم الموقف. لو انت بتحب الرقص ما كنتش تعبت بالشكل ده ولا كان ده بقى حالك. انا بحبك انت بحبك انت وعشان كده بغير جلدي. خليل انت لازم تتغير. هو ده الطبيعي. خليل انا بحاول انقلك في الواقع. كل الناس اللي حواليك دول احسن ناس في البلد. ما هو عشان كده البلد خربت. كلهم خايفين بيهربوا من نفسهم وسكرانين عشان ما يفكروش في الهم الازلي اللي هم فيه ده. ده حاجه تقرف يا شيخ. الهانم تسمح بالرقص دي؟ مين ده؟ ايه ده؟ عاوز ايه المطع ده؟ ده طالب يرقص معايا. يرقص معاك ايه؟ رقصت مصرينه جوه بطنه. اما انك راجل مطع صحيح
ما انت شايف الهالم قاعده مع جوز ايه؟ راجل قليل الادب صحيح؟ حسن مناقصك، ايه الغلط ده؟ انت بتضرب بيا؟ اه العالم زباله. انا عايز اعرف انت بتضربه ليه؟ انت هتمد ايدك المطار امانه فيه يا حبيبي. ايه يا حبيبي مالك انت وبالك؟ اضربه ليه؟ معاك بهدوء. وأنا تحت أمرك. من غير انفعال. أنت راجع عن كل اللي حصل؟ وأنت برضه كان يصح تسيب اللوكان ده من غير إحم ولا دستور؟ تفوتيني والخلق نازلة فيا ضرب؟ وهو مين السبب في ده كله؟ يعني كنت عايزاني أقف ساكت وأنا شايف المسخرة وقلة الأدب دي قدامي؟ خليه حافظ على ألفاظك لو سمحت. أنت اللي لازم تحافظي على تصرفاتك. أنا عايز أفهم أنا غلطت في إيه بس؟ غلطت في إيه يعني إيه؟ يعني كنت عايزاني أقف ساكت وأنا بتفرج عليكي وانت بترقصي مع راجل غريب؟ انا ما طلبتش ارقص مع حد. كمان كنت عايزه تطلبي ترقصي معاه. انت اديتني فرصه تشوفني انا هتصرف ازاي؟ انا ما كنتش اقدر استنى ديها واحده من غير ما ادب الجدع اللي كان عايز يرقص معاك الهلف ده. خلاص يبقى طول ما انت عايش معايا هتفضل تتخانق مع كل الناس. يا سلام، علشان بحافظ على شرفي وكرامتي؟ لا، عشان ما بتحكمش عقلك. مش فاهم الدنيا كويس. قصدك دنيتك انت بالرقص والمسخره. خليني قلت لك حافظ على الفاظك ومفيش داعي للغلط. أنا جاي أسألك أنت ناوي على إيه بالظبط؟ ناوي على إيه في إيه؟ حياتي في جوازنا. أنا طبعاً عرفت إن أنت لميت هدومك من الأوتيل. وعرفت كمان إن أنت رجعت لبيتك من بعدك. بل يعني كنت عاوز انا افضل متلطم في الشوارع؟ يا خليل انت محتار. انت دخلت برجلك في دنيا جديده غريبه عليك، ورجلك التانيه في دنيتك القديمه. لازم تحدد وتقرر انت عاوز ايه بالظبط. اسمع بقول لك، انا سياسه لوي الدراع دي ما تمشيش معايا. انا راجل فلاح، وبعدين انا راجلك وكلمتي عليك هي اللي تمشي. طب ايه هي كلمتك؟ قولها. ما تقولها يا خليل. ايه هقولها؟ هقولها. على كل حال فكر كويس قبل ما تقولها، وانا برضو لسه مراتك بس مستنيه في بيتي لغايه ما تقول كلمتك. انا اسمك. يعني عايز تفهمني ان عمركم ما اتكلمتوا عني؟ لا طبعا اتكلمنا عنك، بس ما كنتش اعرف ان انت هاله مراتك. غريب، وانت عمرك ما كلمتيه عني. بمناسبه ايه؟ تناسي تصرفك معايا. انا اسف، بس ما تنسيش ان انا كنت شارب وما كنتش في وعي. وكنت شارب ومش في وعيك ساعة ما رحت تخطبني؟ لا طبعا كنت في وعي، كنت فعلا ناوي اخطب. عشان توصل لاغراضك الدنيا والتمن ايه؟ دبله تلبسها في صباعك وبعد كده ترميها. هلا اعتبر اللي فات مات. انا مش جاي اناقشك فيه، بس انا في قلبي كلمه عاوز اقولها لك. قلتها يا كمان، وكانت السبب اللي خلاني اتجوز خليل، الراجل اللي قبل يتجوزني بكل الواقع اللي انا عايشه فيه. وبعدين؟ وبعدين ما قدرش يفهمني، ما قدرش يتغير ويقربني منه.
وانت ليه ما حاولتيش تتغيري وتقربيه مني؟ انا حاولت لكن خليل مش ممكن يتغير، مش عارف يعيش عصره. حاولت اخليه انسان تاني عصري ومتحضر لكن فشلت. واذا كان قدامك انسان عصري ومتحضر جاهز؟ اسطوانه جديده دي يا كمال؟ صدقيني يا هلا، انا الانسان الوحيد اللي ينفعك. انت كده بتخون صاحب. صاحب ده لازم يطلقك، البصل عمره ما يبقى عسل. ايه دي بقى؟ لعبه جديده لمصلحه خليل؟ لا يا كمال، ده انا صحي قوي. هلا صدقيني، انا بكلمك باخلاص وبصدق. انا ندمت بعد ما خسرتك، ودلوقتي ندمت اكتر. انا لازم اصلح غلطتي، وانت كمان لازم تصلحي غلطتك. غلطتي؟ اوعي تقول انك بتحب خليل او حبيتيه. لو قلت كده تبقى اكبر كدابه في العالم يا هلا. انت ازاي تتصرف تصرف زي ده من غير ما تاخد اسمي؟ الحق عليا لما حفظتك على حقوقك. اتفضلي اتفضلي شوفي بنتك يا استاذ. لا مفيش حق يا هلا، يعني عايزانا نفضل ساكتين ونشوف خليل معلقك؟ تقوم ترفع قضية طلاق؟ أنا طلبت كده من غير ما تطلبي، إحنا عدنا بعقول. أنت مين اللي فوضك؟ أنا استعملت التوكيل اللي عاملاه لأمك. من غير ما تاخدوا رأيي؟ من غير ما تسألوني؟ أدينا قلنا لك أهو. بعد إيه؟ بعد ما رفعت القضية وزمان الإعلان وصل؟ أوصل له على بيته وعلى بيت مراته كمان. يا عيني على مراته. يا ترى إيه اللي هيجرى لها دلوقتي؟ يا أختي خليها تقاسي زي ما قاساتي. خليها تطربقها فوق دماغ ابوها. يا ناس حرام عليكم بقى، انا اضرب اموري واعرف احل مشاكلي بنفسي. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ مش ده برضه بيت الست هلا؟ ايوه. وانت يا اختي الست هلا؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا ام محمد زينب. زينب مرات الاستاذ خليل. خليل؟ بيتهيألي حضرتك عارفاها كويس. اتفضلي اتفضلي يا فندم. محمد ابني، ما تستغربش اننا عرفنا العنوان، سألنا في البنك. اهلا وسهلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل بنت الست والدتك؟ حمدت خليل؟ ايوه يا حبيبتي. مساء الخير يا استاذ مهالة. يسعد مساكي. اتفضلي حضرتك معايا. ماما هات لنا حاجة ساعة لو سمحت. حاضر يا حبيبتي. خليك هنا يا دنايا، أنا مش هتأخر، التاكسي مستنيني تحت. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ مين دي؟ أحب على إيدك، أبوس إيدك يا أختي. بلاش محاكم، بلاش فضايح، كفايه ان ولاده عرفوا باللي حصل. عرفوا؟ ما انا جايلك عشان كده. اذا كان غلط في حقك حقك عليا انا. المسامح كريم، كل شيء يتصلح. ما حصلش حاجه اكتر من هو اتجوزني، لكن صدقيني دي غلطه ولازم تتصلح. خلاص، يبقى ملهاش لزوم الجرس، ملهاش لزوم الفضايح. بس خليل طيب، وكتاب الله طيب، وما يستحق ده كله. أنا عارفة، بس صدقيني دي برضه كانت غلطة، لكن أنا هصلحها. أنا زيك ما أحبش أذي خليل، ولا أنا وش محاكم. باين، باين يا حبيبتي. إن شاء الله ربنا يسترها معاكي. المهم ما تكونيش زعلانة. ما دام هندفي على الخبر مجور، يبقى خلاص، ربنا ما يجيب زعل. وأرجوكي تسامحيني، وما تزعليش من خليل. يا عيب الشوم، أنا برضه بنت أصول استهالة. أكيد أنت شايلة من خليل وزعلانة مني. وهزعل منك ليه؟ أي ست بتتضايق لما جوزها بيتجوز عليها تبقى غلطتها. أني الغلطانة؟ تلاقيه كان زعلان مني، تلاقيه كان شايل مني حبة عيني من غير ما أحس. بس خليل دونا عن الرجالة كلها، ما يبيعش بيته بالسهل أبدا. أنا متأكدة إن خليل بيحبك. ما أنا من قبل ما أبقى مراته أنا بنت عمه وقريبته، متربيين سوا من واحنا عيال. يعني خلاص مش زعلانه من خليل؟ خليل ما غلطش، ده راجل وسيد الرجاله والف من تتمناه، والشرع يديله الحق. سامحني؟ ربنا هو المسامح. استاذن بقى. انستي وشرفتي، وصدقيني مجيتك الليله جميل مش هنساهولك طول العمر. يعني اطمن؟ اطمني، خليل هيرجع لك، هيرجع لبيته واولاده. امان عليك، مجيتي الليله بلاش خليل يعلم بيها.
وانا من يمتي اعلان المحكمه اللي وصله مش هورهوله. يلا يا محمد، يلا يا دنايا. انا كل اللي بطلبه منك دلوقتي انك تفهم خليل حقيقه اللي حصل، تطلب منه ان هو يطلقني في هدوء ومن غير شعشره، لانه لازم يرجع لبيته وولاده. طب افرضي انه عاند ورفض؟ خليل مش هيرفض، انا متاكده ان هو بيحب مراته وولاده. وانتي؟ خليل ما حبنيش، خليل حب يتمرد على حياته ودنيته، حب يعيش حياه جديده. انا كنت بالنسبه له لحياتي، لكن هو ما قدرش يتغير، كان لازم يرجع لحياته الاولانيه. انت بتحبيه يا هاله؟ انا اتجوزت خليل عشان اهرب انا كمان من حياتي. اثر فيا قوي موقفه وشهامته معايا، وخصوصا بعد انت ما تخليت عني. كنت حاسه اني هلاقي الامن معاه، لكن اللي اتضح ان انا مش ممكن الاقي الامان على حساب زوجه واولاد تانيين. اهدى. اهلا يا خل. خل يا خاين يا رد، انت لازم انها لسه مراتي. استني يا خليل، ما تظلموش انا جيت هنا بنفسي. ومش مكتوبه من نفسك يا رب الصون والعفاف. عموما انا لبيت عليك يمين الطلاق، ورقتك هتوصلك وممكن تكملي حياتك مع الكلب ده فوق عليك وعلى اصلك. خليل! انت وجايب رجليك لحد هنا؟ يا ده بينك يا اخي، قبل ما تغلط اعرف انا جاي ليه. ايوه جاي عشان تكمل بجاحتك ووقعتك، جاي عشان تمشي بجنازه القتيل بعد ما قتلته. وما انت مش طلقت هالة؟ ايوه خلاص، وبعت لها ورقتي ومؤخر صلاحها 15,000 جنيه هيروحوا لها. شوف ان شاء الله استلم، ان شاء الله ابيع كل ما قبله. خلاص اشتريت نفسي. مفيش داعي لكل ده يا خليل. مين؟ انت؟ انا جاي ابريك عن كل مستحقاتي وادي لك الورقه دي. يا سلام، ومن امتى يعني الإنسانية دي كلها؟ أنا مش جاية عشانك، أنا جاية عشان أرضي ضميري وأعتذر لأعظم أم وزوجة قابلتها في حياتي، مراتك وولادك يا خليل. مين يا سي خليل؟ على العموم مقبولة منك، وأني هبقى أبلغها كل اللي قلتيه عليه. عن إذنكم. يلا يا أخويا، يلا. ربنا يهني كل سعيد بسعيدته. يلا تعيش. مين اللي كان بيخبط يا سي خليل؟ لا مفيش يا ام امينه، دول ناس كانوا غلطانين في العنوان، بس الحمد لله صلحنا الغلط. زينب يا عيون زينب، انا كمان كنت تايه عن العنوان. ورجعت؟ رجعت. ده انت وحشتني وحشة يا سي خليل. اخمدي اخمدي يا زينب، انت لسه طالعه من العين.